بسم الاب والابن والروح القدس الآن الواحد امين. تحل علينا بركه نعمتهم الان وظهر الدور كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. الحد الخامس من الصيام وابونا لاب الصدره والشمامس عاملين يقولوا فرايحي وابونا مين الشمامس قرا انجيل ايه دلوقتي؟ انجيل بشاره. هو ايه اللي بيحصل؟ هو الحد الخامس ولا هو عيد البشاره؟ النهارده 29 اي 29 كل 29 بنعيد بتذكار البشارة، بس 29 قبل عيد الميلاد بتسعة أشهر بنعيد بإيه؟ عيد البشارة. ففي عيد البشارة وفي تذكار البشارة. يوم عيد البشارة يغطي على أي إيه؟ على أي مناسبة تانية في الكنيسة. ليه الكنيسة بتدي أهمية كبيرة لعيد البشارة؟ هو عيد البشارة بمين؟ بالخلاص، بالمخلص. برضو ايه، تعالوا نوضحها سنة اكتر. الملاك يكلم من العذراء يقول لها ايه؟ ها انتي ستحبلين وتلدين ابنا. واحدة ستة هت ايه؟ هتجيب عيل خير وبركة. بشارة بعيل زي ما كده حد فيكو ايه؟ ويبقى عارف ان حد من احفاده جاي ولا حاجه، ليها فرحه. بس دي فرحه تخلينا نغير نظام الايه؟ الصيام. لا، تعالوا نكمل الكلام شويه. تلدين ابنا وتسمينه صوت كده احسن. معلش انا صوتي ضايع شويه، ف كده احسن. اوكي. ها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. سمينه يسوع. ماشي، يسوع يعني ايه؟ حد قال في النص عيد ايه؟ البشارة بالمخلص. سمينه يسوع المخلص. بس يقول ايه؟ يكمل شوية يقول هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. يسوع المسيح إلهنا ابن الايه؟ ابن العلي. ويعطيها رب الإله كرسي داود أبوه. كرسي داود أبيه. هو ابن العلي ولا ابن داود؟ طب حلو، الاثنين. هو ابن العلي وابن إيه؟ وابن داود. ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد ولا يكون لملكه نهاية. كيف يكون لهذا؟ تكمل من العذراء، يكمل الملاك لكلامه من العذراء يقول إيه؟ الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والإيه؟ القدوس المولود منك يدعى ابن الله. النهاردة احنا بنعيد بعيد البشارة بالابن، ابن داود وابن إيه؟ وابن العلي. عيد البشارة بالابن المتجسد ربنا وإلهنا وملكنا يسوع المسيح. اتخذ جسد زي طبيعتنا عشان ايه؟ عشان يتحد بينا. الكنيسة ايه؟ تقف عند الحتة دي وتقول لا، ده عيد مهم جدا، ده بداية كل ايه؟ كل الاعياد. حتى لو احنا في اي مناسبة هنغير الايه؟ هنغير الطقس ونقرأ عيد ونقرأ الانجيل بتاع البشارة. فكرة ان ابن العلي يبقى ابن الانسان سهلة قوي، فكل الناس بتفهمها وكل الناس بتنضم للمسيح. ايه رأيكم في الجملة دي؟ محدش يقدر يتخيل ان ربنا ممكن ينزل وياخد ايه؟ وياخد جسد انسان. ربنا ممكن يخلي ذاته لدرجة ان هو يصير في الهيئة كايه؟ كانسان، زي ما بيقول لنا بولس الرسول. آية صغيرة كده من أشعية ناخدها ونبتدي نشتغل عليها شوية، كلمتين صغيرين في الكلمتين اللي هنحكي فيهم النهاردة. أشعية 34 يقول إيه؟ لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا إني أنا هو. في معرفة، في إيمان، في فهم. يزود المعرفة، يزود الإيمان،
يزود الفهم، يزود المعرفة تاني أن إيه وإكسب. ربنا يدينا ونحاول نتعرف على الإيه، على الابن المتجسد. نحاول نتعرف على الابن المتجسد، نبص كلنا وإحنا قاعدين بنصلي بصين ناحية إيه، ناحية الشرق، وفي الشرق الكنيسة في إيه، في حضن الآب، ونفتكر كده الابن الذي هو في حضن أبيه هو خبر. ففي حضن الآب أنا شايف صورة مين؟ صورة الابن. الابن الذي هو في حضن الآب هو إيه؟ هو خبر. ربنا عايز يعرفنا بنفسه، فهو اللي بيبتدي الإيه؟ هو اللي بيبتدي التعارف، مش إحنا اللي بنعرف ربنا، هو اللي بيعرفنا بذاته، هو اللي بيعرفنا بذاته. ولأن إحنا مش هنفهم إيه هو ومش هنقدر نستوعبه، فهو خد جسد زي جسدنا عشان يكلمنا بلغتنا وبطريقتنا، وعشان نتكلم عنه بلغتنا وبطريقتنا، فنبتدي نفهم شوية إيه، شوية أكتر، شوية أكتر عنه. ربنا هو اللي بيبتدي التعارف من زمان خالص، من أيام موسى النبي. نرى كده في خروج 3 يقول إيه، فلما رأى الرب أنه مال لينظر، بيتكلم على موسى، ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى، فقال ها أنا ذا. ربنا ظهر في شكل عليقة مولعة في النار، منظر غريب. موسى يقرب، ربنا يناديه من وسط الإيه، من وسط العليقة، ويبتدي إيه، يعرفه بنفسه، إيه يقول له إيه، روح واعمل وسوي. طب أنا هروح أقول لهم أنت مين، اسمك إيه عشان أقول لهم؟ فقال له إيه، إيه لا، قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولا قال إيه، أهيا الذي إيه، أنا الكائن جهوفا، اسم The Lord، أنا إيه، أنا هو. زي لو تاخدوا بالكوا على العمدان كده، كل واحد منهم I am، that's أنا هو، the good shepherd، أنا هو the true vine، the light، the bread of life. كلهم من أغلبهم من يوحنا، وفي منهم كام واحدة من إيه، من سفر الرؤيا. ربنا اللي بيعرف نفسه لموسى. وفي أواخر أيام عالي، نقرأ كده في صمويل الأولى الأصحاح الثالث، ولم يعرف صمويل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد، وعاد رب فدعا صمويل ثالثة، فقام وذهب إلى عالي وقال ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم عالي أن الرب يدعو الصبي، فقال عالي لصمويل اذهب واتجع، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صمويل واتجع في مكان. صمويل عيل صغير بقاله شوية بيخدم في الهيكل، يسمع حد بيناديه، يروح لمين؟ لعالي. مرة تانية والتالتة عالي فهم ان ربنا بإيه؟ بينادي عليه، فقال له ارجع مكانك، ولما تسمع الصوت قول ايه؟ تكلم يا رب لأن عبدك سامع. موسى شاف العليقة وراح ناحيتها، ربنا كلمه. وربنا بيعلن نفسه لينا، بس مش هيحط نفسه في دماغنا غصب ايه؟ غصب عننا، لازم احنا برضو نكون بين ايه؟ بندور عليه. ودي دايما طريقته في كل حاجة، في جزء إرادة بشرية وجزء إيه؟ وجزء إرادة إلهية، في جزء نعمة كبيرة لكن في جزء إيه؟ جهاد. ودايما البالانس بين الاثنين موجود في كل إيه؟ في كل حاجة في الكنيسة. في العهد الجديد بعد ما المسيح يطلع السماء، يظهر بشكل نور جامد لمين؟ للتلاميذ، لبطرس، لا نور جامد في وسط النهار لبولس. فقال من أنت يا سيد؟ فقال رب أنا هو يسوع الذي أنت تضطهد، صعب عليك أن ترفس مناخس. إحنا بنقول أنا هو يسوع الذي أنت تضطهد وبتعدي علينا. فاكرين إحنا موسى لما عرف ربنا نفسه وقال على نفسه إن هو إيه؟ أنا إيه؟ أنا هو.
بولس طول عمره بيضطهد أتباع الطريق لأن هو بيعبد يهوى الإله الحقيقي. يظهر له ربنا يسوع المسيح ويقول له إيه؟ أنا هو يهوى اللي أنت بتعبده، بس أنت إيه؟ بس أنت مش فاهم. تبتدي الدنيا إيه؟ تنور في دماغه شوية. ربنا هو اللي بي إيه؟ هو اللي بيجي ويعرف نفسه أو يعرفنا بنفسه. تعالي ناخد دي وندخلها في الصيام. ما احنا مش هنوعظ عن ايه؟ هنعيد البشارة وننسى ان احنا في الصيام. كلنا عارفين قصة المفلوج قاعد جنب البركة بقاله ايه؟ 38 سنة. مين اللي رايح له؟ المسيح ابن الله المتجسد اللي رايح له، وجاي عايزه ايه؟ عايزه يقوم ويخف. فيسأله ايه؟ أتريد أن تبرأ؟ ربنا جاي لنا عايز يعرفنا ايه؟ يعرفنا ذاته. ربنا جاي لكل واحد فينا في الصيام النهاردة ويقول لنا ايه؟ انا عايز اقرب منكم، عايز اعرفكم ايه؟ ذاتي. لما هتعرفوني هتبرأوا. الدنيا ايه؟ الدنيا هتتغير. الصيام رحلة توبة. كان معنا دكتور جوزيف امبارح واول، ومعنا النهاردة بعد القداس، فيقول ايه؟ مش رحلة توبة بمعنى ان انا كنت بكذب ولما هصوم شوية هبطل ايه؟ هبطل كذب. لا، رحلة توبة بمعنى ان انا مش فاهم ربنا وماشي في سكة ايه؟ في سكة مش سكته. ابتدي افهم ربنا وامشي ايه؟ وامشي ناحيته. ابتدي يبقى عندي ايمان، وتبقى الفضائل اللي فيا ان انا بطلت الكذب فضائل بحسب الايمان، مش فضائل بحسب المجتمع اللي حوالينا. ما في ناس كتير حوالينا ايه؟ ما بيكذبوش. لا يا رب، انت اللي تدينا الفضائل اللي بحسب الايمان، انت اللي تدينا ان ايماننا يبقى صح، نعرفك صح، نؤمن بيك صح، نفهمك صح. ولو ايماننا صح هيبقى اتجاهنا دايما ليك، سلوكياتنا برضو ايه؟ سلوكياتنا برضو صح. ولو كده ممكن نطبق الكلام ده على الايه؟ على الاحد بتاعت الصيام، ان ربنا في الاسبوع الاولاني حد الكنوز عايز يفهمنا ان هو كنزنا الحقيقي. في حد التجربة إن كنت ابن الله عايزنا نصدقه، ما نصدقش الإيه؟ هو بقى هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. هو بقى ابن العذراء، خد جسد زي جسدنا عشان يدينا إن إحنا نبقى إيه؟ نبقى أولاده، نبقى ابن أولاده بالتبني. إحنا بقينا إيه؟ نبقى أولاد ربنا. الابن الضال ما اتكتبتش كلمة الضال دي في أي حتة، بس إحنا اللي خدنا على إن إحنا نقول الضال. بس هو بيتكلم عن الأب، الأب المحب اللي بيغفر، الأب اللي الابن قال له أنا مش إيه؟ مش عايزك في حياتي، أنت ميت. لكن أول ما رجع لنفسه قال إيه؟ كم أجير عند أبي؟ افتكر إيه؟ افتكر أبوه. أو الأب التاني الكبير اللي قاعد في الإيه؟ اللي قاعد في البيت معاه، بس عمره ما إيه؟ عمره ما قال له يا ابويا. هو قاعد معاه في البيت بس مش واخد باله من ابوه اللي قاعد في البيت. ربنا معانا ابونا، ونفسه ان احنا ايه؟ نحس ان احنا اولاده، نفهم ان احنا اولاده، نؤمن ان احنا اولاده. فحد السامريه جاي عرفنا السجود الحقيقي. السجود الحقيقي بالايه؟ هنا ولا هنا؟ لا، بالروح والايه؟ بالروح والحق. والاسبوع الجاي في ايه؟ في المولود اعمى، جاي يفتح عينينا عشان ايه؟ في اخر الانجيل خالص يقول له تؤمن بيسوع؟ قال له مين هو؟ قال له انا هو. فايه؟ فخر وسجد له. ربنا بيعرفنا ذاته عشان نقرب منه ونقدم له العباده الوجبه، عشان ايه؟ زي ما في حد الزعف يجي ويملك على قلوبنا بالايمان. نقول له يا رب انت خدت جسدنا علشان احنا نبقى أولادك. احنا فعلا نفسنا ان احنا نؤمن بكده، نفسنا ان احنا نفهم كده، ونفسنا ان احنا نعيش كايه؟ كأولاد. كأولاد ليك. قلنا ايه؟ لكي تعرفوا وتؤمنوا بي، لكي تفهموا اني انا هو. طولنا كتير في المعرفة. ناخد كلمتين صغيرين خالص على الإيمان. الإيمان بالتجسد ضرورة لتبعية الله. الإيمان بالتجسد ضرورة لتبعية الله. إن لم تؤمنوا إني أنا هو،
تموتون في خطاياكم. من غير ما نؤمن ان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هو ابن الله المتجسد، هنموت في خطايانا. مرحلة الإيمان يقول كل من كان حيا وآمن به زي ما بيقول في يوحنا 11 فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ وهو بيكلم مريم، هو بيكلم مارثا. كل من كان حيا وآمن به فلن يموت إلى الأبد، أتؤمنين بهذا؟ قالت له نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. برضو يقول في رسالة عبرانين ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه، لكن بدون إيمان لا يمكن إرضاءه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه. راجع إلى أبيه، كنا بنتكلم من أسبوعين كده على راجع إلى أبيه، متأكد أن أبوه لسه موجود ولسه ولسه بيحبه. متأكد أن أبوه لسه موجود ولسه بيحبه، ودي الحاجة اللي العالم شغال عليها اليومين داله. أبوك مين يا عم؟ مفيش مفيش حاجة ناكل ونشرب لأننا غدا غدا نموت. لا، أبونا بيحبنا، أبونا في السماء ذهب علشان يعد لينا مكانا عشان نتحد بيه ونعيش معاه للأبد. يقول في يوحنا الأولى الإصحاح الرابع ونحن قد نظرنا ونشهد أن الآب قد أرسل الابن مخلصا للعالم، من اعترف أن يسوع هو ابن الله فالله يثبت فيه وهو فالله، ونحن قد عرفنا وصدقنا المحبة التي لله فينا، الله محبة ومن يثبت في المحبة يثبت فالله والله فيه. مش موضوع محبة وهنعيش في هيمان مع ربنا، لا، موضوع إيمان أن من اعترف أن يسوع هو ابن الله فأنه يثبت فيه وهو فالله. يا رب نفسنا أن احنا نفهم أن أنت أبونا، أنت جيت وأخدت جسد عشان تبقى ابن الله وابن الإنسان علشان نتحد بيك، لكي تعرفوا وتؤمنوا بي، ولكي تفهموا إني أنا هو. فهم التجسد دي مكافأة الإيمان، دي حاجة ربنا اللي بيعلنها لنا، هو اللي ابتدى الإعلان، هو اللي لما نحاول نفهم يفهمنا يفهمنا أكتر، يفهمنا أكتر. ودي حاجة مش هتبتدي وتخلص في الكام سنة اللي احنا عايشينهم هنا، لأنه يقول وهذه هي الحياة الأبدية أن احنا هنعرف ربنا إمتى؟ هنفضل نعرف ربنا طول طول الى الابد، بس لازم نبتدي نعرف فيه من هنا، لازم نبتدي نحاول نفهم. في عبرانيين 11 برضو يقول بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. ربنا اللي خلق الطبيعة، مش ربنا اللي صنع الخليقة، مش نجار وعمل وعمل من الخشب الموجود المنجلية الحلوة دي، ولا لا، ده هو اللي خلق من من العدم. بالإيمان نفهم ان ربنا هو اللي هو الخالق. وأنه الأحسن ان احنا نفهم ان ربنا هو الخالق، ولنفهم ان ربنا هو هو ابونا. القديس اثناسيوس يقول من التقوى ان نعرف الله من خلال ابنه احسن من ان نعرف الله الخالق من خلال خليقته. حلو ان احنا نعرف ربنا انه خالق من خلال الخليقه، بس كده نبقى عرفنا انه خالق بس ما عرفناهوش هو. لكن ابنه جه عشان يعرفنا ذاته، ربنا عايز يعرفنا نفسه، مش عرفنا انه هو خالق وبس. وربنا عايز يعرفنا انه هو انه هو اب، انه هو انه هو ابونا.
مش عارف الواحد يقول ان دي كلها ممكن تبقى مقدمة، والواحد عمال يقول التجسد 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 وما جابش كلمتين واضحين بزيادة شوية عن الايه عن التجسد. بس كلنا عارفين احنا كنيسة شفعنا مين؟ كنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس. أنبا أثناسيوس واحد من كتبه الهيلة مقالة ايه؟ تجسد الكلمة، كتاب صغير كده، فنقوله في 5 دقايق لا مش هينفع. فالواحد خد كلمتين صغيرين للقديس كيرلس الكبير نقراهم مع بعض ونختم بيهم، حاجة توضح لنا أكتر، نقول له يا رب احنا عارفين ان انت جاي تعرفنا بذاتك النهاردة، بنحاول نفهم شوية، انت رب اللي تدينا الإيمان اللي بيه ايه؟ اللي بيه نفهم وتزيد معرفتنا سنة بسنة. يقول ايه؟ ان الطبائع التي اجتمعت الى هذا الاتحاد الحقيقي هي مع كونها مختلفة عن بعضها، ولكن من الاثنين معا اي من الطبيعتين هو واحد. الله واحد من طبيعتين، من طبيعة بشرية وطبيعة إلهية. أي الله الإبن دون أن يضيع تمايز الطبيعتين بسبب الاتحاد. إحنا في الاعتراف في الآخر نقول إيه؟ لاهوت لم يفارق بغير افتراق ولا امتزاج ولا تغيير. هو إيه؟ طبيعة من طبيعتين بس من غير إيه؟ من غير امتزاج ومن غير تغيير. لأنه قد صار اتحاد من الطبيعتين، ولذلك فنحن نعترف بمسيح واحد ابن واحد، ونحن بالإشارة إلى فكرة الاتحاد هذه بدون اختلاط، فأننا نعترف بالقديسة العذراء أنها والدة الإله، لأن الله الكلمة أخذ جسدا وصار إنسانا بالحبل به من بطنها، وجعل الهيكل الذي اتخذه منها بنفسه. ربنا خد لنفسه جسد من بطن الايه؟ من بطن العذراء. هو ابن الله الذي صار ايه؟ صار انسانا. اننا نرى ان طبيعتين بواسطة اتحاد لا انفصال فيه، اللي طبيعتين اتحدوا ببعض ومفيش ايه؟ مفيش انفصال فيه، قد اجتمعتا معا بدون اختلاط وبدون انقسام، لان الجسد هو جسد وليس لاهوتا. ورغم انه قد صار جسد الله، هو لسه جسد، مع انه بقى جسد ايه؟ مع انه بقى جسد الله. عشان كده بنقدر ان ايه؟ بنقدر ناكله. وبنفس الطريقه ايضا، فان الكلمه هو اله وليس جسدا، رغم انه بسبب التدبير قد جعل الجسد جسده. هو ابن الله المتجسد، اله كامل وانسان كامل، ليه جسد حقيقي، ما ايه؟ مش خيالي، جسد حقيقي. وده اللي احنا بنقوله في الايه؟ في المجمع، في كلمه صغيره كده نقول الذي ايه؟ التي ولدت الله الكلمه، التي ولدت الله الكلمه بالحقيقه. بالحقيقه ربنا خد جسد حقيقي، ايه؟ زي ايه؟ زي جسدنا، اتحاد حقيقي، اتحاد حقيقي بينا. رغم أن الطبائع التي اجتمعت في تكوين الاتحاد هي مختلفة إحداها عن الأخرى، كما أنها غير متساوية بعضها مع بعض. الجسد واللاهوت ما هماش متساويين خالص ومختلفين عن بعض خالص. على الرغم من كده، إذن الذي تكون من الطبيعتين معا هو واحد فقط، ابن الله المتجسد. ونحن لا نفصل رب الواحد يسوع المسيح إلى إنسان وحده وإله وحده، ما نقدرش إيه؟ غير منقسمتين بعد الاتحاد. خلاص، هو بقى المسيح ابن الله المتجسد، إله واحد من طبيعتين. بل نحن نؤكد أن المسيح يسوع هو واحد وهو نفسه، معترفين بالتمايز بين الطبيعتين بدون أن نخلطهما الواحدة مع الأخرى. أوكي. قلنا الكلام صعب، يبقى محتاجين إيه؟ نفهم. عشان نفهم نقول له يا رب محتاجين ان انت اللي تعرفنا بذاتك، انت اللي تدينا الايمان عشان نفهم اكتر، نبتدي نعرفك اكتر، ونبتدي نعيش الابدية من دلوقتي، ان احنا نحاول نعرف ربنا. ما يبقاش علاقتنا بربنا هو مين ربنا؟ ربنا جه وقرب مننا عشان نعرفه.
فنقول له يا رب انت اللي تعرفنا ذاتك، انت اللي تدينا الايمان بيك، وانت اللي تكافئنا يا رب ان احنا نعرفك ونعرفك اكتر واكتر، من هنا والى الابد. كل سنه وانتم طيبين.